حصاد الجنوب، أهلا بكم. دشنت إدارة أمن محافظة أبين اليوم العام التدريبي 2023 بعرض عسكري مهيب، وذلك بمشاركة قيادات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى في مدينة زنجبار. العميد علي ناصر بوزيد بعزب مدير أمن أبين شدد في كلمته خلال العرض على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة والتكاتف والتلاحم ضد كل التهديدات والخروقات، مؤكدا أن أمن محافظة أبين خط أحمر وستظل الرقم الصعب إلى الأزل. شهدت محافظة المهرة صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية سلمية أمام ديوان السلطة المحلية في المحافظة. المشاركون في المسيرة رفعوا لافتات تندد بتصريحات رشاد العليمي الاستفزازية وأخرى مطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء المحافظة وتمكينهم من إدارة شؤون محافظتهم أمنيا وعسكريا ومدنيا، وسرعة نقل القوات العسكرية التابعة للمنطقة الأولى لمواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية. طالب محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي خلال استقباله فريق لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة اليوم، طالب بتوحيد جهود المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات رادعة ووقف الاعتداءات الحوثية على الموانئ والقطاعات الاقتصادية في المحافظة. بن ماضي أشار إلى أن ميناء الضبة يعد أحد أهم خطوط تصدير النفط، محذرا من أن استهداف الميليشيات المدعومة من إيران يهدف إلى إيقاف شريان مهم للاقتصاد. وفي حضرموت أيضا أعلنت شركة عدنت للاتصالات والإنترنت اليوم تدشين خدمة الجيل الرابع 4G في مدينة المكلا بحضور محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وتوفر الخدمة سرعات عالية للمستخدمين حيث تستهدف 15,000 مشترك في المرحلة الأولى بدءا من الأسبوع المقبل لتغطية عموم مناطق المدينة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.